Halit! Halit! جايبين لك صافي اليوم! نبي اليوم صافي مجلي ومحمر. ياه! يا سلم اللحم والدياي. عيالي الحلوين، عيال، اليوم بنتكلم عن السمك الأول. تعالوا معي. عيالنا، حلقتنا اليوم عن البحر. وش فيه البحر؟ فيه سمك. والسمك شلون يصيدونه؟ اليوم بنقول لكم شلون يصيدون السمك. أول شيء إني حق شيء قريب من البحر، قريب من السيف، يسمونه الحضرة. عارفين الحضرة؟ اللي هي في الوسط ومني ممتده، يريد مني ومني مني، يسمونه السر وغيره. ويجي السمك يدش ويدخل داخل الحضرة وما يقدر يطلع. وشلون يطلع البحار أو الحضار السمك من الحضرة؟ عندنا أول شيء، هذه يسمونه السالية. هذه السالية، يعني يفتح السالية هاللون وهو واقف ويسوي الشكل حق السمك وما يدري شو، وبعدين يشيلهم يصير السمك تحت. يشيل السمك ويحطه في وين؟ والله نفعتني هالعصا هذه، ويحطه في ليراب. هاي يسمونه ليراب، اي الجراب، يحطون السمك فيه. يعني هو يعلقه في الحضره، يعلقه وعوب كل من صار السمك حطه هنا. هذه هي الحضره. والحضره واحد يباريه، يسمونه يباري الحضره. ما تشي يباريها، يباريها طبعا الماي لما تكون سقيت ليه سيف بترجع. لما ترجع السمك اللي موجود هنا على السيف يرجع وين؟ في الحضور، في الحضرة هذه، ويدخل داخل ويصيده. احنا واحنا صغار لما الحضار يخلص ويمشي احنا نقوم ندش الحضرة وراه، فما يقول شيء، بعضهم ما يقولون شيء، لان احنا نقول انتقرى، يعني نشوف اذا في الحضرة شيء ما صاده او دش عقب ناخذ لنا. وفي الحضرة داخل بعد يحطون قرقور صغير. هذه الحضرة، تبون تشوفون الحضرة؟ خلينا نشوفها. عقب الحضرة نروح الحين حق القراقير. يعني تشوفون هنا مثلا قرقور. القرقور هذه مصنوع من السيم الأسلاك، ويصنعونه عندنا في البحرين. في ناس يشتغلون في القراقير ويسوونه، في قرقور صغير، في أكبر، في أكبر، في يسمونه دابوي، عود قرقور، عود هذه قرقور العود. هذه لي أنا قصة معها. أول مرة وأنا صغير أبوي يأخذني يوديني معاه البحر، منطقة بعيدة وفي لنجات، وهذه يسمونه الدوابي، من دابوي، من القرقور العود. المهم أول مرة أروح البحر، وأنا في البحر راسي يدور أول مرة، واللنج تمشي با با، يعني كان في مكايد ديك الساعة، با با. أول مرة أدش ما وصلوا المغرب، وصل المغرب واطق بروحي وارقد، وما يشتغلون ويشلون القراقير، وفي السمك من داخل ويشلونه ويحطون عليه الثلج، وانا يلا محمد قوم تعش تعش، قل اي تعش، وانا ابدا افرق
أطلع هذه يسمونه دوار البحر. قالوا الولد هدم، هدمان يعني صار دوار البحر. أول مرة ندش البحر لازم تحس بدوار ولوعة، فأنا ما أكلت شيء، المهم رجعت البيت واجني خرج هاللون. فهذه دوار البحر الحين لا طبعا حبوب يأخذونه يروح عنهم دوار البحر. هذه واحدة. غير القراقير، تعرفون الغزل؟ الغزل يحطونه مدة طويل بدونه طويل هاللون، يحطوا فيه قفية وقفية من النار، والسمك فيه يجون ويدخلون في هذا الغزل. في غزل مسموح وفي غزل ممنوع. الممنوع اللي فتحات صغيرة يصيد حتى السمك الصغير، والأسماك الصغيرة ممنوع أن احنا نصيدها، لأن لازم نخليه تكبر عشان بعد لما تكبر طلع بيض ويكبرون بعد السمك ويصير عندنا ثروة سمكية. لكن إذا ذبحنا كل الأسماك الصغيرة وخاصة هذه اللي جرفون ويكسرون بيوت السمك ويكسرون كل شيء، أول عيالي إحنا نوقف على ساحل البحر ونقط خيط ونصيد سمك. عندنا بعد أول شنو؟ عندنا الزراقة. الزراقة هي عبارة عن مشخال. مشخال، عارفين المشخال اللي أبكم تشخل فيه العيش؟ ونغطيه بقطعة قماش خلقة، ونفتحه من فوق فتحة دويرة صغيرة نفتحه، ونحط فيه طحين نسوي على شكل عين كذي ونحطه، وندش داخل البحر نسوي الحفرة صغيرة وننزله. شنو اللي يدش في الزراقة؟ اللي يدش في الزراقة الميد، يسمونه الميد. كان الميد وغير الميد على ساحل البحر أول تقط خيطك وتصير بسرعة تصير السمك لأنه متواجد، لأن البيئة موجودة. فنتر نترس كله ميد ونجيبه ونودي البيت ونشويه، يمكن نبيع منه بعد. هاي طار الزراقة كل واحد يستخدمها، حتى النسوان ساعات عند البحر يسوون زراقة بعد، فيصيدون زراقة. بعد غير الزراقة وغير الغزل عندنا بعد شغلة واحدة مهمة وناس وايد تحبها اللي هو الحداق. حداق عندك خيط ها، وعندك ييم قط خيط وتصير سمك، قط وتصير سمك، وهذا خير وايد والناس وايد يحبون الحداق. غير الحداق في ناس يلفحون. شو يلفح؟ عنده خيط طويل وقوي في مدار قوي بعد، وابدا ما تعلى صوت الشنعده وصاد الشنعده. خلنا الحين عيالي نروح نشوف هالفقره هذه ونرجع نكمل لكم. ودني 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 وين تبغي اوديك؟ اي قطعه متروسه بشنعد وصبيطي وشعري وهامور، اي قطعه متروسه بشنعد وصبيطي وشعري وهامور. كل قطعه ومدينه وقريه وجزيره وحاله او بندر، مشهوره بنوع ونوعين ثلاث وأربعة وأكثر. الصافي يربى في سترة، والشعري ساحل بديع. الصافي يربى في سترة، والشعري ساحل بديع. والجنعد والجنعد بحر الزلاق، والقبقب والقبقب في الحد وعسكر، والهامور مبطل حلج ويشوفك يشوفك من فشت الخور. مبطل حلج ويشوفك يشوفك من فشت الخور. والسبيطي والسبيطي لا تتعب روحك بس تبع اي غيمة تميد. يا جماعة الخير، الحداقة يعرفون الصبر، يعني احيانا ساعات تجلس مدة طويلة ما تصيد شيء، وساعات ابدا يهيض عليك السمك والصيد. لحظة واحدة لحظة واحدة صاد صاد صاد، الله 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 الله، فسكرة فسكرة فسكرة، يا سلام. هذه هي الفسكرة، هذه هي بنت النوخذة، شايفينها؟ الله 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 الله، فسكرة يا سلام.
بنت النوخذة ذكرتني بقصة بسيترة يا يمة. نقول القصة. صلوا على النبي محمد، اللهم صلي وسلم عليه. كانت في مرت أبو، يعني نيمات أبوها، قام أبوها وتزوج واحدة، لكن تزوج واحدة شريرة، وهالشريرة هذه جابت بنتين، وهالبنت الأولية مات مثل توفت، بنت جميلة حلوة. لما جت هاي بنت الأبو ما تبي البنت هذه تتربى تربية زينة، وتبي بناتها يصيرون أحسن، فصارت دايما تعاملها معاملة مو بزينة. كل يوم قالت له قومي ودي، اسمها حمدة البنت، يا حمدة خذي الفسكر هذي وديه على سيف صفطيه. صفطيه أي تنظفه من الصبط اللي عليه. الصبط اللي عليه هاي بنت النوخذ يسمونها من جمالها، يعني بنت النوخذ. وكانت قامت قبل لا تصفطها ذيك الساعة هذه الفأسكرة للحين ما ماتت، إلا تقول لها هديني يا حمدة وباغنيك. حمدة قال سمعت تتكلم، ثم ما تشوفون أفلام الكرتون تتكلمون، إلا تقول حمدة هديني وباغنيك. قالت بطقني مرت أبوي، قالت ما عليك أنا باغنيك. كسرت خطرها، طلعت وحطت في البحر وسارت، ما بقت إلا ثنتين مرة ثلاث وحدات. يا حمدة هاي مرت الأبو، وين الفسكرة العودة؟ قالت ها ما أدري والله، هي طلعت طاحت في البحر وراحت. قالت اليوم ما لك قدم. كلت هي بلعت هي وبناتها وأبوها بعد أبو البنت، طبعا قصت عليه قالت علي هاي بنتك هذه مهملة، بنتك هذه ما تتصرف عدل. المهم ما سأل، ماتت من اليوع حمدة، راحت على البحر. قالت يا فسيترة كلوا الغداء ولا عطوني. قالت لها لحظة واحدة، ونزلت الفسكرة في البحر وتطلع والله بصينية ما شاء الله عليه، ذاك السمك الزين المكبوس وكلش وعلى الليدام حتى الدقوس معاه، اختوا خلوا انت بس زين. وقالت قالت ليش بعد ورجعت. قالت البيت ما يهمها، حطوها يا بولها عظامه ما ادري شنو الجساس. قال لك لي لا احد يدري. يا المغرب ما عطوها عشاء، راحت على البحر فسيترة كلوا العشاء ولا عطوني. وطلعت للفسكره لا وتجيب له ذاك العشاء اللي بعد ما يحتاج زين، وكلت واستانست ورجعت. يومين ثلاثه اربعه لاحظوا على البنت انها ما شاء الله تك ما شاء الله بعافي صارت، وخدود الحمر ويعني ايش منه اللي تاكل. احنا ما نعطيه اكل وهلون صارت، وانا بناتي اللي حلوهم صاير في واحده مع صقله، لا اكيد هذا في شيء. ذاك اليوم قال شوف هاي احنا بنروح العرس، والعرس حق ولد الامير يبي يتزوج، وتعدلوا كل شيء وهي خلوها ما قالوا لها، وراحوا العرس. راحت بنية على البحر يا فسيترة راح العرس ولا ودوني. قلت له ولا يهمك، وشبي وتطلع لها عربة كل عليها خيول وعربانش حلوها. قلت له روحي بس شوفي لك ساعة واحدة، إن زدتي على الساعة هذه الخيول بينقلبون فيران، إذا انقلبوا فيران بينكشفين ساعة قبل الساعتين. قلت إن شاء الله، وتعدلها وتصقلها وتلبسها وتروح على العرب من ياي من ياي هذه أميرة. ونزلت وكل اللي في الصالة العودة في القصر يشوفونها وإنها هالجميلة الحلوة. أخو الأمير بعد توه شاب قال يا سلام إيش هالجمال هذه إيش هالجمال هذه. قال هاي بنت جميلة. وبعد شوية طلعت تركض 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 وهي تركض، طاح جوتيه مثل سندريلا، طاح جوتيه وتركب على الحصان وبسرعة تروح قبل لا ينقلبون الحصانين قبل لا ينقلبون فيران. وصلت البيت سوت روحها ما راحت مكان، وهم يدور قال لازم تدورون لهذه البنت اللي طلعت الحين. راحوا الحرس يدور ما لقوا إلا الجوتي. قال يا أمير ما لقينا إلا الجوتي. قال بحثوا عن بنت يكون الجوتي قياسه، وراحوا يدورون في البيوت في البيوت في البيوت يدورون من قياسه. ياو عند بيت
بيتهم مرت الأبو والبنات. قال قلنا بنقيس هذا الجوتي على إذا عندك بنات. قالت إيه عندي بنتين. وخذت حمدة وخشت في التنور وصكت عليه التنور عود وخشت وخلت الديش فوق التنور. دشوا الحراس شافوا حطوا في ريل هذه ريلها الطول وهذه ريل بعد الطول. قال لا ما يصير. وهم بيطلعون الديش يقول جو 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 عمتي حمدة في التنور على عليه الحب منشور. قالوا ها من يتحكي؟ لفتوا قالوا كوكو كوكو عمتي في التنور عليه الحب منشور. بنشوف اللي في التنور. ما في شيء التنور ما في شيء ما عليكم من الديش ما عليكم. سووا هاللون شوي زاحوا ان البنية في التنور. قال تعالي لبسوا هالجوت ولا فات مضبوط عليه تماما. تعالي شافها الأمير قال إيه نعم هذه راحت. وهذه ماتوا بغيظهم. ودايما اللي يعمل شر يلقى شر ودايما الحسد ياكل في الإنسان ويخلي قلبه أسود. واللي يحب الخير الله يحبه. هذه قصتنا اليوم عن فسيجرة. لا تنسونها. السمك أنواع وأسماء كثيرة عندنا في البحرين ما شاء الله. وعندنا الصافي بعد ما يحتاج. الصافي لما تأكله في البحرين وتأكله في منطقة ثانية تقول لا صافي البحرين غير. لما تأكل الزبيدي في الكويت تقول لا زبيدي الكويت غير زبيدي في المنطقة الثانية. البياح عندهم في الإمارات البياح عندهم غير وأحسن غير البياح. كل سمكة لها مرعى. والسمكة لما تروح مكان غزير في البحر يعني تصير هزيل شوي وتصير لها ريحة يسمونها نمسة. وعموما ريحة السمك يسمونها الزفر. عدل عندنا مثلا احنا عندنا الصافي سترة. عندنا الشعري مال البديع مال الزلاق مثلا. عندنا القباقب الحد معروفة بعد القباقب الزين العدلة. كثير من الأسماك لها مواقع تعيش فيها. وكل ما صارت جريب صارت سمين أكثر. لما كل ما صارت على الفشت صارت ألذ وأقوى وأحسن. إحنا لما نروح السوق شلون نعرف إذا السمكة زينة ولا مو بزينة؟ عارفون؟ أول شيء خلينا نتعلم يعني إني حق السمكة نشمها نشم فيه زفر زفر ما عليه ريحته لكن ما لها ريحة مو بزينة. اثنين إني مثلا نكشف النقنوق هذه. شوف النقنوق شايفينه؟ النقنوق هذه لما إذا صار أحمر إذا صار النقنوق مثلا أحمر معناها سمكة زينة. إذا صار أبيض معناها سمكتهم زينة. اثنين نشوف عيونها. إذا العين تلمع معناها طرية. إذا ما تلمع ملحة مو بطرية. نشمها ما فيه ريحة. نحط يدنا عليها كذي نشوفها يابسة شوية يابسة شوية زينة. يعني كل هالأمور هذه خلينا نعرف إذا سمكة زينة ولا مو زينة. تحذروا وتعلموا. إني مثلا حق القبقب. القباقب لو مواسم في بيض أو ما في بيض هذه القباقب لونها الأزرق هاي أذكار الذكر ما يصير فيه لأنه هو ما في بيض. بطلونه من هني بطلونه هني تحصل البيض موجود هني موجود هني. ناس ما يعرفون يأكلون القبقب. خلينا وين نفتح القبقب من هني بعد نفتحه ويطلع البلوح ماله. هذه البلوح طبعا يكون مفيوح ولذيذ لما يكون مفيوح. عدل زين.
عيالي نرجع حين حق الأمثال الموجودة عن البحر. يقول لك عومة ماكولة ومذمومة، يعني شلون؟ يعني ما يأكلونها لكن ذمها ليش؟ يعني شيء خذته صغير لو تستهزئ به لكنه متكلته ولا سويته. يعني يقول لك مثلا الهمور يقول حق أمه لا تبكين علي إلا لما تشوفين عظامتي على السيف، معناها الهمور هذي قوي وتمد طويلة ما يموت، لذلك شوفون ساعات تشوفها في السوق شوف الهوامير تلبط يبيعونه هو يلبط. يقول يا أمه لا تصحين علي إلا لما تشوفين عظامتي على السيف. عيالي الحلوين طولنا عليكم اليوم لكن حلقة حلوة، حلقة زفرة لكن حلوة، عليكم السمك لأن فيه فوايد وايد حلوة. بارك الله فيكم، نلتقي على خير وفي أمان الله.